احبابنا مساء الخير مساء النور عليكم في رابع حلقه من برنامجكم توب 10 كواشن، البرنامج اللي كيسلط الضوء على العديد من الضيوف في بزاف ديال المجالات. اليوم ضيف ديالنا لاعب كره قدم وسط ميدان، تكون في مدرسه المغرب تطواني ولعب مع الفريق الاول المواسم. احترف في البطوله الهنديه وتحديدا فريق التيكا الهندي. لعب ايضا لاتحاد طنجة والان كيلعب في صفوف المولودية الوجدية. من ابرز انجازاته تحقيق جوج بطولات احترافيين في مسيرته سنة 2012 و2014. والتسديد حداله ومشاركته كذلك كأس العالم للأندية اللي كتعتبر الحلم ديال أي لاعب، ولعب كأس العصبة الإفريقية وتأهل دوري المجموعات على حساب فريق القرن الأهلي المصري، وحمل قميص المنتخب المغربي الأولمبي لعدة مناسبات، ولهذا كيتعتبر من أبرز متوسطين ميدان اللي كاينين في البطولة. أجيو اكتشفوا معنا الأجوبة ديال نصير الميموني. السلام عليكم، معكم نصير الميموني على إلا 77 ديال نصير الميموني. هضرنا شوية على البروغرام اللي كدير في الحجر الصحي وكيف بقيتي من الإصابة. صراحة الكل كيمر بواحد المرحلة صعيبة، يعني كلشي في المنازل ديالو وأنا بدوري ملتزم بالحجر الصحي، وكيف العادة كنوض نصلي كنقرا متعي سلام القرآن الكريم، من بعد كنلعب شوية مع ولادي، وطبعا عند يعني كنتريني شوية في الدار. بالنسبة للعملية دابا في تحسن، يعني الكل عارف بلي جميع عيادة الترويض مفقودة، يمكنش تخرج من الدار، كنضطر نعمل ترويض غير في الدار، وكذلك الزوجة ديالي حتى هي يعني كتعاونني في الترويض. عاودنا شوية على التجربة ديالك مع المغرب تطواني في كأس العالم الأندية، كيف كان الشعور ديالك؟ حيت هاد الشعور بطبيعة الحال ماشي أي لاعب كيحس به. صراحة التجربة ماشي سهلة وما جاتش بالصدفة، الحمد لله لي شرف أنني كنت متواجد في المجموعة. صراحة كانت المجموعة في مستوى، حيت الشعور باش تلعب في كأس العالم الأندية يعني شعور ما نقدرش نوصفه، باش تحس به خصك تكون عشتيه، ما كتبش لينا الله باش نكملو فيه، ولكن كانت تجربة رائعة الحمد لله. كيف دازت التجربة ديالك في الهند؟ وشنو الفرق بين البطولة الهندية والبطولة المغربية؟ يعني كانت تجربة شوية صعيبة بحكم ماشي نفس الوسط وبزاف الحاجات مختلفين، ولكن الحمد لله كانت معايا الأسرة ديالي كتساندني واستفدت من بزاف الأمور. بالنسبة للفرق اللي كاين في البطولة، يعني البطولة ديالنا صعيبة شوية. كيف داير الأجواء في وجدة؟ وكيف رحبوا بك الناس ديال وجدة؟ صراحة أجواء مزيانة والناس وجدة الناس الخير، كبروا بيا ورحبوا بيا يعني، وكان لي الشرف اللي تعرفت عليهم. ياسين الكحل او ايوب الكحل؟ بالنسبه لي ياسين ولا ايوب ما نقدرش نختار بيناتهم، حيت كل واحد فيهم عنده طبع خاص كيتميز به، حيت قبل ما يكونوا يعني صحابي راهم اخوتي، وكنتمنى لهم مسيره موفقه. شكون احسن ميليو تيران بالنسبه ليك في البطوله؟ بالنسبه لي احسن وسط ميدان هو عبد الصمد بركي، نقولكم علاش، حيتاش ماشي بالسهل فهاد السن هذا ومازال كيعطي تبارك الله. شكون احسن محترف مغربي بالنسبه ليك؟ بالنسبه لي اي واحد كيلعب من قلبه وكيعمل اللي في جهده يعني وكيتقاتل كيتحسب محترف، وانا غادي نختار زهير فضل. نقدروا نعاودوا نشوفوا نصير الميموني في المنتخب؟ صراحه اي لاعب كيتمنى يحمل قميص المنتخب الوطني، وانا بدوري غادي نخدم ونجتهد ونعطي يعني كل ما عندي باش نحمل قميص المنتخب الوطني مره اخرى. احسن مدرب دربك في الكارير ديالك؟ مع كل احترامي وتقديري لجميع المدربين اللي دوزت معهم، يعني استفدت منهم الكثير، ولكن بالنسبه لي افضل مدرب هو سي عزيز العمري، اللي بالفضل الله سبحانه وتعالى والفضل ديالو يعني ثق فيا وعطاني فرصه باش قدرت نثبت ذاتي في الوسط الكروي. كلمه اخيره طب تنكواش. شكرا بزاف على الاستضافه، وكنشكر جميع المغاربه داخل الوطن وخارج الوطن على التزامهم بهذا الحجر الصحي، والله يرفع علينا هذا الوباء.